صاحب بالين كذاب وصاحب ثلاثة منافق، جملة كلنا تربينا عليها واحنا صغيرين وكلنا سمعناها وطلعنا على هذه الجملة، ان صاحب بالين كذاب وصاحب ثلاثة منافق. مش بس الجملة دي، طلعنا على كتير قوي من الجمل اللي شبه دي وبتقول لنا حاجات سوشيال نورمز نطلع نتربى عليها واحنا صغيرين لحد ما نكبر وتبقى عادة عندنا في حياتنا. قالوا لنا مثلا ان ايد لوحدها ما بتسقفش، عشان يقولوا لنا يعني ان انت ما ينفعش تنجح لوحدك. بس وانا قاعد كده بجرب لقيت ان ايد لوحدها بتسقف عادي، ويمكن بتسقف كمان اعلى من الايدين، ولقيت ان الامثال دي مش اغلبها صح. قالوا لنا مثلا تاني مثال من الامثله، قال لك خدوهم بالايه بالصوت ليغلبوكوا، مع ان انا كل الحاجات اللي شفتها في حياتي كان اللي بيكسب فيها في النقاش هو الشخص الهادي والشخص اللي بيتكلم بعقلانيه وبيتكلم بمنطق، مش الشخص اللي صوته عالي خالص. بالعكس، ده صوتك العالي دليل على ضعف موقفك. وقالوا لنا حاجات كتير قوي، امثال كتير قوي، كل يوم بتطلع امثال جديده وبنقعد نتربى عليها، وهي في الاخر اكتشفت انها كلها امثال غلط، وان الامثال دي لا تصلح الا انها تتحط على ظهر التكاتك فقط لا غير، انما اكتر من ظهر التكاتك ما ينفعش تاخد بيها وتبقى ماشي بيها في حياتك. انا اسمي احمد سعد، دكتور سنان ومؤسس برنامج اسمه سفينه المنح، اللي بيتكلم زي ما قالوا عن المنح والسفر والحاجات دي، وسي اي او لشركه ايدوكواليتي اللي شغاله، هي واحده من الشركات الرائده في مجال التنميه المستدامه في الشرق الاوسط. وكان النهارده اكلمكم عن الارت اوف مالتي تاسكينج، تمام؟ فخلينا نبدا من البدايه، من الاول خالص بقى، من وانا لسه طفل صغير. بدات وانا طفل صغير قصتي، يعني والدتي جت في سنه اولى قالت لي احمد انا عايز اقعد معاك. قلت لها حاضر يا ماما. نقعد. قالت لي احمد انت كبرت قوي دلوقتي وبقيت في سنه اولى ابتدائي ومحتاج اقول لك انت محتاج تعمل ايه في حياتك. قلت لها قول يا ماما، احنا محتاج اعمل ايه في حياتي؟ قالت لي انت محتاج تطلع من الاوائل على المدرسه وتذاكر. قلت لها حلو، دي حاجه سهله جدا. قعدت في اولى ابتدائي وذاكرت وطلعت فعلا من الاوائل على المدرسه. دخلت ثانيه ابتدائي لقيت ماما جايه في ايوه السنه بتقول لي احمد عايز اقعد معاك. قلت لها تاني يا ماما اقعدي اتفضلي. قالت لي انا عايز اقول لك حاجه مهمه جدا اللي انت المفروض تعملها في ثانيه ابتدائي. قلت لها ايه؟ قالت لي انت خلاص اتعودت على المذاكره وبقيت من الاوائل على المدرسه، فلازم نزود عنصر جديد في حياتك. قلت لها يعني ايه عنصر؟ انا في ثانيه ابتدائي ما اعرفش يعني ايه عنصر. فسالتها يعني ايه؟ قالت لي يعني لازم نزود نجاح جديد في حياتك، انت خلاص بقيت ناجح في المدرسه لازم نزود نجاح جديد. فقلت لها ايه يا ماما؟ قالت لي بص احنا لازم نشتغل على الجانب الديني، لازم نقعد نحفظ قران ونعرف احاديث وحاجات كده عشان تبقى انت عندك جانبين فيهم نجاح. قلت لها طب والمذاكره؟ قالت لي الاثنين مع بعض، ما انت عندك وقت كتير. قلت لها ماشي. دخلت سنه ثالثه ابتدائي، جت في اول السنه قالت لي احمد لازم اقعد معاك. قلت لها ماما انت كل سنه تقعدي معايا في ايه؟ مش كده؟ فقالت لي احنا لازم نزود جانب جديد في حياتك. قلت لها يا ترى ايه الجانب الجديد؟ انت كل سنه بتفاجئيني. فقالت لي الجانب الجديد اللي لازم نزوده في حياتك المره دي هو الرياضه. قلت لها يعني؟ قالت لي ما خلاص انت بقى اتعودت على ان انت تبقى ناجح في المدرسه وتعودت ان انت تبقى بتحفظ قران وعندك نشاط ديني في حياتك ولسه عندك وقت. قلت لها ماما بس مش هينفع انا كده، ممكن اثر في الدراسه، ممكن اثر في الدين. قالت لي لا، جرب وافتكر الكلمه اللي هقولها لك دي وخليها حلقه في ودانك. قلت لها ايه يا ماما؟ قالت لي ان صاحب بالين مش كذاب وصاحب ثلاثه مش منافق. وقالت لي برضو ان الناجح ناجح في كل حاجه، ولو نجحت مره واحده هتبقى معاك المفتاح اللي تقدر تفتح بيه اي نجاح في حياتك. قلت لها ماشي وهجرب. المهم فعلا لعبت سباحه وكنت بلعب في نادي الزمالك، وانا عايز بالمناسبه دي اقول ان انا زملكاوي جدا، وعايز اقول ان اي ناجح هتلاقوه هو زملكاوي، ممكن يكون مش كل زملكاوي ناجح، لكن اي ناجح هتلاقيه زملكاوي. ومن هنا انا بعبر عن موقفي يعني. ف خلاص والاهلي برضو الاهلاويه ناجحين تمام، عشان ما عارف الموضوع ده كل سبيتش بلاقي الاهلاويه زعلانين مني، الاثنين ناجحين وكله تمام. فلعبت فعلا سباحه وبدات العب في النادي لحد يوم التصعيد. في كده اي حد بيلعب سباحه في يوم اللي بتروح بتتصعد بقى فيه. اليوم ده انا ما روحتش فيه، حصل ظروف عندنا في البيت وما روحتش. قعدت مكتئب اكتئاب كبير جدا، انا ليه ما روحتش؟ وقعدت اتخانق معاهم في البيت، كان نفسي اروح ومش عارف ايه، انا مالي بالظروف وده حلم حياتي، وانا كان نفسي ابقى بطل سباحه كبير. وعلى زماننا ما كانش فيه مايكل فيلبس بقى زيكم، كان عندنا عبد اللطيف ابو هيف اللي هو كل حد طفل صغير نفسه يبقى زي عبد اللطيف ابو هيف. فكان ليا احلام كتير كلها ضاعت وقت ما اتصعدتش، وقلت انا هسيب الرياضه خلاص. بعديها بشويه والدتي جت لي قالت لي طب ما تجرب لعبه جديده، انت ايه مشكلتك يعني؟ سيبنا السباحه عادي نجرب لعبه جديده. فجربت الجودو، وانا ساعتها الجودو ده كان رياضه بقى عنف وضرب وبتاع، فقلت اجرب. قعدت اول شهر في الجودو، ثاني شهر، ثالث شهر دخلت الفريق الاول بتاع الفريق بتاع النادي، بعديها بسنه جبت بطوله جمهوريه، السنه اللي بعديها خدت بطوله جمهوريه ثاني بعديها. وفي اللحظه دي اكتشفت اول نقطه تحول في حياتي، وهي ان ربنا سبحانه وتعالى ليه حكمه في كل حاجه بتحصل لنا. ان انا لو ما كنتش يعني لو كنت رحت يوم التصعيد ده ورحت السباحه وكملت كان ممكن ما ابقاش بطل، لان في ابطال كتير قوي. لكن لما سبت السباحه ورحت لعبت جودو بقيت بطل جمهوريه مرتين ورا بعض، وبقى ليا اسم في الكارير وبقى ليا اسم في الرياضه دي. يمكن عمرها ما كنت هوصل للمكانه دي لو كنت رحت اليوم بتاع السباحه اللي انا كنت متضايق قوي عليه. تمر الايام وتعدي ونخش في مرحله جديده من المراحل اللي حصلت لي في حياتي، وهي مرحله الثانويه العامه. واظن كلكم اللي موجودين في الايفنت في هذه المرحله.
وعشان يبقى في اختبار شديد في المرحله دي جت في اول سنه. كنا احنا في الفتره الجيل بتاعنا ده، انا مش اكبر منكم بتاع 23 سنه، بس الجيل بتاعنا ده اللي هو من 7 8 سنين ده، كان في بقى الموضه بتاعه الاسك اف ام زيكم التيك توك كده والحاجات دي، فكان كل الشباب تقعد تعمل فيديوهات وتنزلها ايه على الاسك اف ام، كل واحد ينزل فيديوهات كوميديه وينزلها. فانا عادي كان في خمسه اصحابي بيتفرجوا عليا، بقعد انزل فيديوهات كوميديه ما وريش حاجه، قاعد اعمل ايه بعد الناس كلها بتعمل كده. لحد في يوم من الايام في شهر 11 وانا ثانوي عامه، بعد ثانوي عامه بشهرين، لقيت لك صحيت من النوم لقيت عندي 1000 فريند ريكويست ولايكات مش عارف من ايه، وكام 1000 مسج وفولورز وحاجات كتير. قلت ده نهار اسود ايه اللي حصل. اتاري في وانا نايم سبحان الله صحيت لقيت ان في البيج بتاعت احمد حلمي لافرز عملت شير لواحد من الفيديوهات بتاعتي، وبقى عندي بقى ناس كتير قوي بتتفرج عليا، والفيديو جاب 6 مليون وفولورز ومش عارف ايه وشهره، وناس بتصور معايا في الشارع وناس بتكتب لي كومنتات وناس بتعمل لي لايكات. ايه يا جماعه ده انا لسه عيل في الثالثه ثانوي اللي انتوا بتقولوه ده. فعالم بقى من الشهره اللي ايه، خلينا نقول الشهره الزائفه، بس هي كانت في الوقت ده بالنسبه لي هي حاجه جديده، انا اول مره اجرب ان انا مشهور وان الناس عارفاني وناس بتصور معايا في الشارع والحاجات دي كلها. فجت والدتي لاول مره في حياتي تقول لي احمد دي سنه ثانويه عامه ودي هتغير حياتك، فانت لازم على الاقل السنه دي تركز في ثانويه عامه بس، وتركز في حاجه واحده. قلت لها يا ماما مش انت اللي قايله لي قبل كده ان الناجح ناجح في كل حاجه، وقايله لي قبل كده ان صاحب بالين مش كذاب وصاحب ثلاثه مش منافق، ما تخافيش انا هعمل باللي انت قلتيه ده، وهاجي في اخر شهرين في ثانويه عامه والم الدنيا واذاكر وهجيب مجموع. يا احمد يرضيك يهديك ابويا مامتي كل العيله، ما انا يا جماعه عارف انا بعمل ايه، انا طول السنين اللي فاتت دي بعمل اكتر من حاجه في نفس الوقت، فمش هتيجي في ثانويه عامه هغير يعني، ده بالعكس ده انا ما صدقت اتشهرت. تمام، وانا جوايا طبعا خايف مرعوب ان انا ما اعملش، بس عمال بحاول اقنع نفسي ان شاء الله هعرف اظبط الدنيا في اخر شهرين. فكنت بحضر الدروس واعرف كده المواد بتتكلم عن ايه، ولكن المذاكره الشديده كنت قلت هسيبها في الاخر، وانا من الناس اللي بتذاكر بالكتاب. المهم جه يوم 28/4 وده يوم صادم في حياتي سنه 2014، انا فاكر اليوم ده كويس جدا. اليوم اللي قبليها مدرس البي اي الالعاب عندنا في المدرسه كلمني قال لي احمد احنا عندنا دوري المدارس بكره وعايزينك معانا. طب تمام اوكي اروح العب يا جماعه ماتش كوره مش هيحصل حاجه. فوانا نازل مامتي قالت لي احمد ما تنزلش من البيت النهارده عشان انا خايفه، حاسه ان قلبي مخبوط كده وقلقانه. قلت لها يعني هيحصل ايه يعني لو نزلت ده ماتش كوره؟ يعني حتى لو اتصبت هتعور في رجلي عادي يعني مش مشكله. تمام؟ فيا ابني ما تنزل، هنزل. نزلت. قعدت العب ماتش هوبا دقيقه 2 3 4 اهو، واحد دخل عليا شنكله لذيذه وقعت على ايدي. فايه ده يا جماعه ده ايدي وجعاني قوي، معلش يا مستر انا هخرج ايه؟ شوف لي ثلج وبتاع. فقلت خلاص عادي كانت كدمه، اتعورت خبطت في ايدي كدمه وبتاع وهتخف لوحدها. وقلت في دماغي يعني كان كل اللي مضايقني في هذه اللحظه ان انا عندي امتحان ترايل بعد كام اسبوع وهبقى بقى ايدي وجعاني وانا بكتب، فكنت متضايق قوي ان الترايل ده اكزام ده هبقى متضايق وانا بكتب فيه. المهم رحت المدرسه رجعت تاني بعد الماتش، فبابايا شافني وبابايا معايا مدرس ماس مدرسه، فقال لي ايه ده انت ايدك ورمه لازم نروح المستشفى. قلت له هو ده عادي دي خبطه يعني مش هيحصل حاجه يعني خبطه بسيطه وخلاص احط هيموكلار وهتظبط. فقال لي لا طب تعالى نطمن. المهم رحنا المستشفى في المعادي وانا فاكر اليوم ده بتفاصيله كده يعني الصور وانا بحكيه دلوقتي بتيجي قدامي كلها وانا داخل المستشفى ريحه المستشفى كل حاجه بتيجي قدامي وانا بتكلم عن هذا الموقف. فدكتور قال طب نعمل له اشعه نطمن. فدكتور عمل اشعه دخلت له فبص كده في الاشعه قال لي انت ايدك مكسوره ومحتاج تقعد شهر ونص في الجبس. فقلت له انت بتهزر اكيد شهر ونص ايه؟ النهارده يوم 28/4 الامتحانات كمان 40 يوم مفيش كلام انت بتقوله ده، شوف بس كده تجرب تاني يمكن تطلع كدمه ولا حاجه، جرب جرب بس شوف تاني. فقال لي ما اشاعه يا حبيبي بقى انك كسر، راح موريني كده مشاور لي في العظمتين اللي في الكفه هنا، قال لي ايدك مكسوره انت لازم تقعد شهر ونص في الكف ده اقل حاجه وممكن نطول على حسب بقى العظمه هيلتئم بسرعه ولا لا. طبعا نظره وشي بدات تتغير، شهر ونص ايه ده هم دول اللي انا هذاكر فيهم، انا بذاكر بالكتابه يعني انا اصلا علم علوم وايدي اليمين وبذاكر بالكتابه انت بتهزر ولا ايه ده انا كل الاحلام اللي انا حطيتها دي هتضيع. فبدات اتاثر في وانا قاعد قدامه وعيط طب اي حل يا دكتور طب حط لي اي حاجه ما فيش لازم تتجبس. المهم اتجبست فعلا انا مش عارف انت انت برافو عليك انت ده مكمل اللي هو في السلايدز مبسوط بيك. ففعلا اتجبست روحت البيت بعيط منهار انا مش هخش الامتحانات اصل هخش اجيب زيرو يعني هخش ايه؟ يا جماعه انا هاجل واخش السنه الجايه ان شاء الله. يا جماعه طب خش هات اي حاجه لا مش هخش اخش اعمل ايه يا جماعه انا قاعد طول السنه بلعب وبنزل فيديوهات وجيت الشهرين اللي هذاكر فيهم بالكتابه ايدي اليمين اتكسرت شكرا خلاص يبقى هو ده رساله كده ان انا ما ينفعش اخش السنه دي. طب يا عم ما فيش مش داخل انا مش داخل الثانويه السنه دي تمام وهاجل. لحد بعديها باسبوعين لقيت والدتي جايه لي قاعده كانت بتقول لي يا احمد انا لقيت لك حل. فقلت لها ايه هو الحل؟ قالت لي ما تجرب تكتب بالشمال. قلت لها يعني ايه اللي انت بتقولي ده؟ يعني انا انت بتكلمي واحد دلوقتي واي حد في علم علوم بيحس انه عنده ايه؟ عالم كده ذره علم. قلت لها ما ينفعش اكتب بالشمال طبعا لان انا الفص اليمين انا بكتب اليمين عشان انا البتاع بتاع الكتابه في الفص الشمال ما ينفعش ازاي اكتب انا بالشمال بقى انا ما اتولدتش اشول انا اتولدت دايما فلازم اكتب باليمين. قلت لها طب جرب هتخسر ايه يعني؟
المهم فضلت قاعده جنبي قلت طب تعالى بص شوف انا كمان انا يوم ناوي هكتب بالشمال. فقعدت تحاول انا كتبت اسمها بالشمال وبعدين يعني ده اسمك يعني انت عارفه انا علم علوم وعندي ثلاث مواد فيهم رسومات احياء جيولوجيا والكيمياء هرسم ازاي افرضي كتبت بالشمال وتعانيت وتعذبت هرسم ازاي بالشمال. فقلت لي طب لو رسمت لك بالشمال قلت لها انت ترسمي رسمه سهله وتقولي لي لو رسمت لك بالشمال لو رسمتي اصعب رسمه عندنا هجرب اكتب انا كمان بالشمال. فقلت لي اصعب رسمه فكان عندنا رسمه في الاحياء اللي مش عارف انتوا نفس المنهج بتاعنا ولا لا في رسمه كده بتاعت الامبريو اللي هي الجنين رسمه نزله ولد والمدرس نفسه كان بيعرف يرسمها فرحت فاتح الكتاب قلت لها ارسمي الرسمه دي يلا بالشمال وريني وانا بقى عايز اقول لها مفيش حد هيعمل اللي هي بتعمله ده. فراحت قاعده جنبي عماله بتحاول وبتدوس على القلم وتمسك وتمسح وتعمل 10 دقايق ربع ساعه راحت رسمه الرسمه قالت لي اهي ادي الرسمه مش دي ادي الرسمه اللي انت عاملها بالظبط يلا جرب بقى. طبعا ما كانش قدامي اي حاجه ساعتها غير ان انا امسك القلم واقعد اجرب عملت حاجه مستحيل اصدقها رسمت الرسمه بالشمال فعلا قعدت اجرب يوم والتاني والتالت والرابع بعد اسبوعين بقيت بكتب بالشمال زي ما بكتب باليمين بالظبط. وعلى فكره دي من اكبر الحاجات اللي حصلت لي في حياتي ودي من اكتر الحاجات اللي انتوا تقدروا تعملوها يعني انا وانا بدي في اي محاضره او بدي اي سكشن ولا اي حاجه بعملها بديها للناس ببقى بكتب بناحيتين بكتب باليمين والله لو زهقت بروح كاتب بالشمال فدي حاجه لذيذه جدا بدل ما تبقى عمال بتعمل ايه في ناس بتكتب كده فاهم اللي هو تلاقي دكتور بيكتب من وظهره ويتني بعد كده لا انا ما عنديش الموضوع ده بقيت بكتب بالشمال بكتب باليمين في الحته اللي انا عايز اكتب فيها بكتب فيها. فلحظتها ودخلت ثانويه عامه وجبت 99% ودخلت طب اسنان جامعه القاهره ولكن كان اكبر مجموعه جه في العيله بعد ما العيله كلها ما كانت بتقول يلا خش احمد واد 70 وخلاص مش مشكله. وده بالنسبه لي كان نقطه التحول الثانيه ان ما تسمعش كلام الناس وان لازم تفكر وتبقى مؤمن بنفسك وقدراتك ان انت ممكن تعمل حاجات مستحيل العقل يتخيلها، مستحيل حد يتخيل ان حد يكتب بيده الشمال وهو كان ايمن ويلتحن ويرسم ويعمل كل حاجه بيده الشمال وهو في نفس الوقت كان ايمن، محدش يتوقع كده ومحدش يصدق كده، لكن لو انت حاولت وقدرت هتعملها ودي كانت اكبر نقطه تحول ثانيه في حياتي. دخلت الكليه ولما دخلت الكليه كان عندي مشكله كبيره جدا ان انا عارف ان عندي مشكله في ايدي، انا دخلت طب اسنان وهي دي حرفه يعني انت اهم حاجه ايدك. فانا عارف ان انا ايدي فيها مشكله، يعني انا ايدي متكبسه وكانت متكبسه وفكيت الجبس وفيها مشكله واي ضغط عليها بتوجعني. فكان وانا من بدايه ما دخلت الكليه عندي في دماغي كونسبت انا لازم ادور على كارير بلس، يعني ايه كارير بلس؟ يعني لازم ادور على حاجه جنب طب الاسنان، مش عشان طب الاسنان وحشه لا هي حلوه وكل حاجه، بس عشان انا مش ضامن، افرض وقعت على ايدي شكرا ضاع ما بقتش دكتور سنان. فلازم ابقى عندي حاجه ثانيه استند عليها عشان لو لا قدر الله طب الاسنان حصل فيها حاجه ابقى انا عندي كارير ثاني وحياه ثانيه ومجال ثاني بعيش فيه. وفعلا بدات اشوف جربت اكتر حاجه جربت المسرح لقيت حلو دخلت في المسرح بس مش انا ده مش عارف جربت ايه لا مش انا ده اتحاد الطلبه لا مش انا مش عارف اشتغلت شويه في الماركتنج لا مش انا قعدت اجرب حاجات كتير عشان اشوف مجال تاني انا عايز ما بعرفش اعمل حاجه واحده في حياتي لازم اعمل اكتر من حاجه وفي نفس الوقت عايز حاجه تنفع كارير بلس. لحد ما في مره لقيت الولاد في الكليه وانا في سنه اولى في اخر سنه اولى الشباب صحابنا بقى في منحه امريكا فتحت يلا كلنا هنقدم يا جماعه منحه امريكا اللي فتحت دي قال لك دي منحه بتروح في امريكا 3 شهور تقعد تشتغل 3 شهور اسمها اس دبليو تي منحه اسمها سمر ورك ترافل تمام بتروح تشتغل 3 شهور الصبح الساعة 9 الساعة 5 وبعد ما تشتغل 3 شهور دول بيدوك مرتب فكان الولاد يروحوا الصبح يشتغلوا وينزلوا بالليل يشتغلوا فيرجعوا معاهم حبة $5,000 كده مثلا ولا حاجة وكانت البلد طبعا بتروح تصرف الفلوس دي على الميك اب مش مشكلة بس ايا كان انا كولد بالنسبة لي كان ده حلم الحياة انت متخيل لسه ولد عنده 18 سنة يبقى معاه $5,000 يجيب عربية بيشوف صعب عليك يركنها جنب عربية عميد الكلية حلم الحياة مفيش حاجة أحلى من كده في العالم انت متخيل الموضوع معايا وتبقى بقى عمال بتزمر داخل الكلية بتزمر خارج الكلية بتزمر حاجة مستحيل ان انت تتخيلها وانت عندك 18 سنة. المهم قلت خلاص الناس كلها قدم انا هقدم انا كمان فبدات اعرف ايه بقى ابحث يعني ايه منحه طب وايه الشروط بتاعت المنح بدور بدورت في كل حاجه وانا كنت من الاشخاص اللي بحب حركه يعني بحب الحركه احب اروح اسمع كورسات اروح اسمع ورك شوبس اخد كورسات اونلاين فبدات اعرف كل حاجه يعني عن كلمه منح يعني ايه منح. المهم قدمت في المنحه دي والشهر عدى ما حدش كلمني في التليفون الشهر اللي بعده عدى ما حدش كلمني في التليفون خلاص رفضوني يعني مش مشكله دي اول منحه مش هزعل يعني وبفتح الايميل يوم 23/1 سنه 2015 وده من الايام الفارقه في حياتي والاقي كونجراتيليشنز You have been accepted in SWT scholarships. الله اكبر انا اتقبلت يا جماعه كنت قاعد مع صحابي في الـ في الـ في الجريك كامبس ساعتها يلا يا جماعه انا اتقبلت قولوا لي مبروك and your interview at the embassy is at الانترفيو بتاعك في السفاره امتى بقى اللي هو ميعاد الانترفيو is at 17 January 2015 قبل ميعاد يعني قبل اليوم اللي انا شفت فيه ده باربع ايام اصلا يعني الانترفيو بتاعي عدى وخلص وانا ما روحتش انت متخيلين يعني الناس قبلتك في حاجه وقالوا لك يلا عشان تيجي الان وانت ما روحتش اصلا انا فاكس بقى يعني تمام. فطبعا يعني في اللحظه دي جات لي صدمه حضاريه ثانيه زي صدمه كاس ايدي بالظبط صدمه يا نهار ابيض حلم حياتي $5,000 بداوا ينزلوا قدامي كده دولارات مشكله كبيره طبعا $5,000 وقعدت مكتئب اكتئاب شديد جدا 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 فمامتي قالت لي ايه
ما انت اذا كان انت اللي ايدك اتكسرت وانت اللي عارف وعارف حكمه ربنا كويس قوي، فاكيد ربنا فيه ليه في خير في الموضوع ده. فيها خير ايه ده؟ 5000 دولار يعني هيبقى خير اكتر 7000 دولار. فين دول؟ هيجوا منين؟ مش عارف طبعا، مش عارف. عمال بقى متضايق جدا. وتعدي الايام ويجي شهر 4 عدنا في بروجرام اسمه سفينه شباب العالم. بروجرام يمكن بروجرام مش عارف سمعته عنه ولا لا، بس هو بروجرام للناس بتوع سياسه واقتصاد. هو برنامج سفينه بتلف العالم وتقابل سفراء ووزراء وحاجات كده، معمول اصلا للطلبه بتوع سياسه واقتصاد. فقلت اقدم يعني، انا دكتور سنان بس اقدم عادي، انا صغير يعني اقدم. فقدمت في البروجرام. وتعدي الايام تاني وفي بروجرام كده فتح تاني بتاع الامم المتحده، الاجتماع بتاع الامم المتحده في 2016 بتاع مالطا. قلت اقدم برضه. وتعدي وفي شهر 8 يجي لي القبول بتاع سفينه شباب العالم، وفي شهر 9 يجي لي القبول بتاع اجتماع الامم المتحده اللي هم اصلا كنت ابقى فيهم في امريكا. يعني مش هقدم على الحاجات دي خالص، لكن قدمت واتقبلت في سفينه شباب العالم واتقبلت في الاجتماع بتاع الامم المتحده. وبدل ما اروح امريكا بس واخد 5000 دولار، انا رحت اليابان ونيوزيلندا وايطاليا ومالطا وفيجي وسالومون ايلاند وفانواتو. كل الحاجات دي رحتها في نفس الوقت اللي انا كنت ابقى في امريكا، واتصرف عليا اكتر من 25000 دولار، وقعدت في افخم فنادق في العالم، وقابلت وزراء وقابلت سفراء، وكمان رجعت بفلوس كتير دولارز كانت معايا بوكيت مالي كنت بحوشه عشان ما بعملش بيه حاجه هناك. كل ده حصل ازاي وحصل امتى؟ عشان انا بس ما روحتش المنحه بتاعت امريكا. وفي اللحظه دي اتاكدت تاني اكتر ان حكمه ربنا اكيد خير، ان ربنا فعلا كان عشايل لي الخير. يعني امريكا كنت شايفها اكبر حاجه في العالم، كنت عارف ان حاجات اكبر، كنت عارف ان في حاجه اسمها كده، حاجه اسمها كده، وهكذا. وتعدي الايام وارجع من اليابان، حياتي متغيره. انا فعلا خلاص انا عايز اغير بقى. انا سافرت ولفيت ورحت 10 دول وقبلت في 13 منحه وعملت حاجات كتير في حياتي. انا عايز ابدا بقى اغير في المجتمع ده، عايز اخلي الشباب المصري دول اجمد شباب في العالم. لان انا كان دايما عندي ايمان ان الشاب المصري هو اقوى شاب في العالم، مش عشان انا واقف في مصر، انا بقول كده في كل دول العالم. انا كل ما اديت محاضرات في اكتر من دوله، كل الدول اللي بروحها بقول ان الشاب المصري هو اقوى شاب في العالم واذكى شاب في العالم. واحد يقول لي طب يعني ما تهزرش، اقوى ماشي ممكن بيلعب جيم انما اذكى لا يعني. لكن انا الذكاء اللي قصدي عليه هنا هو الذكاء الاجتماعي. الشاب المصري هو فعلا اكتر شاب عنده سوشيال انتليجنس في العالم. وعشان كده احنا يعني انا معتبر ان الشباب المصري دول لو بس ناقصهم حاجتين، لو بقى عندهم يبقوا فعلا فعلا في الامه رقم واحد. ايه الحاجتين دول؟ هم الوعي والتمكين، حاجتين مفيش غيرهم. لو الشباب المصري بقى عنده وعي بالقضايا العالميه وبالحاجات دي هيبقى جامد. والتاني حاجه تمكين، يبقى عنده ايمان ان هو يصدق نفسه، يصدق ان هو يقدر يعمل تغيير حقيقي، يصدق ان هو يعرف يغير فعلا في المجتمع. فده كان الحلم اللي انا جاي بيه من اليابان. قلت انا هعمل وهحاول اخلي في الشباب المصري ده عنده حاجتين، الوعي والتمكين. بدات برنامج اسمه سكولارشيب هيرو اللي هو بيتكلم عن المنح، بيتكلم فيه بقى عن المنح وازاي نسافر وازاي نتقدم في منحه وازاي نتقبل في منحه والى اخره، كل الكلام ده. وكان ساعتها اللي بيسافروا في مصر حوالي 20 واحد منح. يعني مثلا لو قلنا ان في 1000 منحه هم بيتوزعوا علينا، انا اتقبلت في 13، يعني واحد صديقي اتقبل في 25، لنا واحد صاحبنا تاني اتقبل في 30 منحه. فكانت المنح بتتقسم علينا، ما كانش حد بيقول لحد حاجه، خلاص ما انا بسافر اقول للناس ليه يعني. فعملت البرنامج ده، وكان حلمي ان انا اخلي الشباب المصري كله عارف يعني ايه منحه وعارف يقدم على منح وبيسافر في منح. وبدل ما الدايره دي تبقى 20 واحد بيسافروا، لا يبقوا 50 ويبقوا 100. البرنامج كبر وبدا يحضر فيه. وفي خلال السنتين من اول 2017 لحد اخر 2018 حضروا اكتر من 3000 شاب مصري، وكتير منهم قوي حققوا احلامهم بالسفر. وعلى فكره انا من قصص النجاح اللي انا بحبها جدا كانوا بنتين من ستيم عندكم، واحده اسمها يوستينا وواحده اسمها عنود. حضروا لي في الاول خالص في 2017، بيقول لي احمد احنا عايزين نسافر ونفسنا ندرس بكالوريوس بره مش عارف ايه. فقلت لهم ما تخافوش واحضروا الورشه وانا معاكم ومتابع معاكم. تابعت معاهم بعديها بسنه، كلموني هم الاثنين كانوا بيدرسوا في المجر في جامعه من اكبر الجامعات في المجر، واحده بتدرس هندسه ميكانيكا اللي هي كانت حاجه عايز تدرسها، والتانية بتدرس اعلام. كنت مبسوط جدا ان القصه دي بدات من الورشه عندي لحد ما دلوقتي بقى ما شاء الله عليهم في المجر من اجمل الناس اللي هناك. فكملت وقلت خلاص انا كده علمت الناس انها تسافر، وعملت الكوميونتي والدايره بدات 25 بقت 50 وبقت 100. هل ده كفايه؟ حسيت ان لا، يعني مش السفر اللي الشباب المصري عايزه. طب هو عملوا ايه للمجتمع لما سافروا؟ يعني حلو اتبسطوا وخدوا فلوس وبتاع، لكن عملوا ايه؟ خلاص انا قربت اخلص ما تخافش. تمام. فقلت خلاص انا لازم اعمل حاجه فعلا تكون بتدي تغيير حقيقي في المجتمع. ومن هنا جت فكره ايدوكواليتي، الشركه اللي انا عملتها عشان تعلم الشباب المصري القضايا العالميه زي التنميه المستدامه، زي بناء السلام، زي قضايا البيئه، زي الاحتباس الحراري اللي احنا الدنيا بايظه بره، احنا قاعدين هنا بنلعب ببجي مش عارفين الدنيا بايظه ليه. فكل الحاجات دي ما كانش مش عند الشباب المصري. فقلت انا هنقل كل العلم اللي بره ده واخليه للشباب المصري بطريقه مصريه بطريقه سهله عشان الشباب المصري يتعلمها. ومن هنا عملت ايدوكواليتي، بقى لنا 9 شهور شغالين الحمد لله. عملنا شراكات مع اكتر من 10 مؤسسات دوليه، احنا الشريك الرسمي للامم المتحده في الشرق الاوسط على الاهداف التنميه المستدامه، وعندنا دربنا اكتر من 500 واحد على القضايا العالميه، وطلع منهم اكتر من 12 مبادره فعلا بتفيد المجتمع المصري وبتاثر في المجتمع المصري كل يوم. كده قصتي خلصت لغايه النهارده. والشاهد من القصه دي 3 حاجات نطلع بيهم. اول حاجه حكمه ربنا لازم نبقى كلنا واثقين فيها ونبقى مؤمنين تماما ان ربنا شايف لنا الخير. ربنا ما بيعملش حاجه شر يا جماعه، دي انا اتعلمتها بكل التجارب بتاعتي. فاي حاجه تحصل لك في حياتك حاسس انها شر، اعرف ان في خير جاي.
طالما انت عملت اللي عليك واجتهدت. تاني حاجه لازم تعرفوها وتتاكدوا منها انك ما تسمعوش كلام الناس خالص. لو اي حد يحبطك كلام الناس المحبطه طبعا، اوعى تسمع كلام اي حد محبط. انا اول ما دخلت الجودو صحابي اتريقوا عليا، انت 20 كيلو تلعب جودو وانت بتهزر لغايه ما بقيت بطل جمهوريه. بس انا عمري ما جيت كسرت، قالوا لي خلاص اجل انت مستحيل تجيب مجموعه، لحد ما بقيت 99 وجبت اعلى من كل اصحابي اللي كانوا بيتريقوا عليا، لغايه ما قلت هسافر وقالوا لي ده هياخد واحد بس من مصر ياخدوك انت مستحيل، وسافرت انا في اجتماع الامم المتحده لحد سفينه شباب العالم، قالوا لي ده سياسه واقتصاد مستحيل ياخدوا دكتور سنان. كنت انا اول دكتور سنان يطلع على السفينه من سنه 1980 لحد ما السفينه اتعمل، كنت اول دكتور سنان يطلع على السفينه. فاوعى تسمع كلام الناس المحبطين خالص، مستحيل تسمع كلام الناس المحبطين، اصدق نفسك تتصدق. انا مؤمن جدا بالمقوله دي. ثالث حاجه نطلع بيها ان صاحب بالين مش كذاب وصاحب ثلاثه مش منافق، وتقدر تعمل حاجه واثنين وثلاثه طالما بتعرف تنظم وقتك. انا كنت مبسوط جدا جدا ان انا معاكم النهارده، واتمنى تكونوا طلعتوا لو على الاقل بحاجه واحده بس انكم تنظموا وقتكم وتعملوا مالتي تاسكينج. مبسوط جدا كنت معاكم وشكرا جدا.